السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نجاوب على تساؤل مهم كيطرحوه المترشحون والمترشحات اللي دوزوا مباراة التعليم وإن شاء الله كيطمحوا أنهم يكونوا ناجحين في الاختبارات الكتابية. في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على سؤال مهم، هو شنو هما الوثائق اللي غادي ناخذ معايا نهار الاختبار الشفوي إن شاء الله. السؤال هو ما هي الوثائق التي ستحتاجها لاجتياز الاختبار الشفوي لمباراة توظيف الأساتذة وأطر الأكاديميات خصوصا بدورة نوفمبر 2020؟ لأنه كما تعلمون جميعا أن وزارة التربية الوطنية طلبت المترشحين والمترشحات بإرسال الوثائق الشخصية، شهادة الإجازة، الالتزام، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصل التسجيل الإلكتروني قبل إيداع الطلب والمصادقة النهائية. إذن الوزارة طلبت المترشحين والمترشحات أنهم يصيفطوا عبر البوابة الإلكترونية اللي خصصتها الوزارة للتسجيل قبل اجتياز الاختبار الكتابي، أنهم يصيفطوا شهادة الإجازة والالتزام والنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذلك وصل التسجيل الإلكتروني. لكن بعد النجاح في المباراة الكتابية يأتي دور الاختبار الشفوي، وهذا العام كما كنعرفوا كانت حالة استثنائية في إرسال الملفات، لأنه في الأعوام السابقة كنت خصك تجمع الوثائق ديالك وتاخذهم بيدك للمديرية الإقليمية اللي ناوي تدوز فيها، لكن هذا العام فقط درتهم عبر البوابة ديال التسجيل. إذن وبالتالي الناجحون في الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم سيتم مطالبتهم بإحضار الوثائق التي تم رفعها بالبوابة يوم المقابلة الشفوي. إذن الوثائق هما نسخة من شهادة الإجازة، نسخة مصدق عليها الالتزام، وصل التسجيل الإلكتروني، والنسخة من بطاقة التعريف الوطنية. إذا اللي غادي نجحوا في الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم إن شاء الله غادي يتم المطالبة ديالهم بإحضار الوثائق التي تم رفعها بالبوابة يوم المقابلة الشفوية. إذا داك الوثائق اللي رفعتيهم في البوابة باش كنتي كتسجل قبل ما تدوز الاختبار الكتابي هما اللي غادي تجيبهم معاك باش تدوز إن شاء الله الاختبار الشفوي. إذن هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، الله يوفقكم ويسمعكم خبر الخير. ما تنساوش تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم الفيديوهات اللي كندير. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.